المسابقة النهائية للنسخة الثالثة لمشروع شباب يناظر الذي يراهن على تعزيز مهارات التواصل والحس القيادي ومهارات التفكير النقدي والبحث العلمي لدى الطلبة تختتم ببني ملال. دورة هذا العام التي نظمتها كلية العلوم والتقنيات وجمعية التأهيل للشباب بشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان تحت شعار موقع الشباب في النموذج التنموي الجديد تميزت بانفتاحها على 5 مؤسسات تابعة للجامعة، حيث أتاحت الفرصة للطلبة المشاركين للالتقاء والتنافس والتناظر عبر طرح أفكارهم وحججهم حول مواضيع مختلفة. هي النسخة الثالثة من مشروع شباب يناظر، يعني بعد نجاح ديال النسخة الأولى والنسخة الثانية، إلا كانت تفكير في النسخة الثالثة حول الموضوع اللي هو مهم، هو موقع الشباب في النموذج التنموي الجديد. هذا الموضوع اللي اليوم عليه نقاش كبير على الصعيد الوطني، يعني كل الأطياف وكل الأحزاب وكل الجمعيات المجتمع المدني إلا تعطيو الآراء ديالهم. كان تفكير لمالا هاد الشباب من خلال المناظرة أنهم من خلال المواضيع ومن خلال المجالس أنهم يقترحوا كذلك حول الإمكانيات، حول المقترحات او التوصيات اللي ممكن اننا نرفعها في هذا الموضوع ديال موقع الشباب في النموذج التنموي الجديد. المشروع الذي انطلق تحت إشراف رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان يوم 8 فبراير الماضي شهد تنظيم دورات تكوينية في مرحلته الأولى حول تقنيات وآليات المناظرة، استفاد منها 120 طالبا وطالبة ومسابقة محلية مؤهلة للمسابقة الجهوية على صعيد كل مؤسسة. اليوم كنحضروا الفعاليات ديال المنافسه النهائيه، المسابقه النهائيه لمشروع شباب يناظر في النسخه الثالثه ديالو، اللي صراحه هذا العام كتشهد واحد المشاركه ديال 5 المؤسسات اللي انفتحنا عليهم، لان بلينا بان المشروع عنده واحد الصدى طيب لدى عند الطلبه، لانه مكنهم من زياده على التكوين التقني والعلمي اللي كيتلقاوه داخل المؤسسات ديالهم، مكنهم من انهم يحسنوا من المهارات ومن الكفايات الذاتيه ديالهم. كما برمج المشروع في مرحلته الثانية دورتين تكوينيتين حول فن الخطابة أمام الجمهور وإدارة الخشبة لفائدة المشاركين المتأهلين للنهائيات، وعددهم 30 ينتمون لكل من كلية العلوم والتقنيات والمدرسة العليا للتكنولوجيا والكلية المتعددة التخصصات وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة. وتم تنظيم المسابقة الجهوية للمناظرات باللغة العربية، وهي الأولى من نوعها بجهة بني ملال الخنيفرة، بمشاركة 10 فرق متنافسة على لقب البطولة الجهوية الأولى.